خويا امين اسم الطبيعي. خويا امين قديت ووكوميرس كيفاش نشري ونبيع؟ صفت لي ناس شوب تي ام اكس شوب تي ام اكس صفت لنا داك صفت كتب لي السيت ديالك ووكوميرس اللي صاوبتي نشوفوه كاملين. مزوينه هذه الفكره هذه نشوفوه كاملين ونعطيك نصائح في هذاك السيت ويب ديالك باش يكون مزيان، وكذلك الناس الاخوان اللي معنا يستافدوا باش يطبقوا هذا الشيء اللي غادي نقول، نديروا بحال قلتي كيس ستادي باش هادشي اللي غادي نقول على السيت ويب ديالك يستافدوا معنا الاخوان كاملين. صفت لينا صفت السيت ويب ديالك كننتظر. السلام عليكم سي امين، عافاك كيفاش نهاكيو كاس العالم؟ واعطونا شي اسئله بعقلهم. اي بي تي في اي بي تي في فيس اي كوم اي بي تي في 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 كيفاش نانستالي تصاور في بي سي من مواقع التواصل؟ كيفاش نانستالي تصاور في البي سي من مواقع التواصل الاجتماعي؟ بغيتي تيليشارجي التصاور من 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 مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن هادشي اللي بغيتي اختي عليا. كيفاش انستالي التصاور؟ بغيتي تيليشارجيهم يمكن لا بغيتي تيليشارجيهم تو سامبلومون غادي تشوفي اي ادون على غير ورد ديال البال، لان هاد لي ادون هادو يقدروا انهم يسرقوا لك التوكن ديالك ولا شي حاجه. داونلود فيسبوك بيكتشرز كروم اكستنشن ولا كروم ولا اكستنشن انت يا اختي غتمشي هذا غتيليشارجي هذا البوم داونلودر شتيها. كيفاش نصدالي الوغ نشوفو الاخ واش عطانا السيت ويب ديالو؟ يمكن ما يمكن مشى. المهم اللي عنده شي سيت ووكوميرس بغا نديرو ليه كيس ستادي في هاد اللايف يصيفط يحط ليا اللين ديالو ونتشيكيوه كاملين. حتى اللي عنده شي سيت ديال الاي بي تي في وبغا يبدا يحطو باش نعطيه نصائح مزيانه هاد اللعيبه هادي، باش نعطيه نصائح فيما يخص السيت ديال الاي بي تي في ولا سيت ديال الووكوميرس باش نتعلمو كاملين ان شاء الله كيفاش نوبتيميزيو لو سيت ويب ديالنا ويكون مزيان، لا في البيع والشراء ديال الفيزيكال بروداكت ولا ديال الديجيتال بروداكت. اش بان لك في اخوان خويا؟ هذيك تنصحك اخويا خدم بالووكوميرس، خدم بالووكوميرس وما غتندمش. واش نبيع المنتجات الرقميه في ايباي ولا نشوف شي منصه اخرى؟ خويا المنتجات الرقميه دابا كدير لهم ستور وكتخدم على ستور ماشي في ايباي. شنو احسن منصه اللي بغى يدير دروب شيبين؟ منصه هو تقدر تصاوب السيت ديالك ووكوميرس اخويا. ما تنعطيش ليك راك اخويا يونس. مبروك اخي امين الفوز، الله يحفظك حبيبي علينا كاملين. خويا هذا ديال الحسين كونسلتي الراي ديالك، الله يحفظك. يلاه على بركه الله، ديروا هذه الحصه هذه نشوفوا فيها لي سيت ونعطيو النصائح بالنسبه للناس اللي بغاو يصاوبوا دي سيت ديال لو كوميرس. السالحي كونسلتين.com السالحي كونسلتين.com اوكي ندير واحد اللعيبه تبارك الله تبارك الله الاخوان. ها علاش تنقولوا الووكوميرس؟ ها علاش تنقولوا الووكوميرس؟ واه علاش نقول لكم خدموا بالوورد بريس؟ دابا بحال هذا الاخ هذا باغي يصاوب سيت ديال الكونسلتين، بغى يصاوب سيت ديال الكونسلتين، بغى يصاوب سيت ديال الكونسلتين بالوورد بريس ووكوميرس بالنسبه اللي كيديروا التجاره. ها هو السيت ويب ديالو كيفيغرز فوالا، هذا هو السيت ديالو. هذا اول حاجه غادي نعطيك نصيحه عامه للناس ديال الناس اللي كيخدموا بالوورد بريس، اولا الناس اللي بغا يصاوبوا سيت ديال متجر الكتروني بالوورد بريس، اولا بغا يصاوبوا بلوغ، اولا بغا يصاوبوا اي حاجه. هذه اول نصيحه غادي نعطيكم. دابا بحال الاخ بحال هذا الاخ اللي قدامنا السيت ويب ديالو انا عارفكم كتشوفوا لهاد الجهه، وهنا غادي نحيدوا هادشي من دابا باش تركزوا معايا، لان المغربي كائن يحب انه ما يمشيش يشوف داكشي اللي كتشرح ليه، بل هو غيشوف التابس اللي هما محلولين محاولا انه يعرف الاسرار
ديال الو. اول نصيحه غادي نعطيكم في لي سيت ويب ديالكم اللي تبغي تصاوب سيت ديال ووردبريس سيت ووردبريس بغيتي دير مدونه به ولا بغيتي دير متجر الكتروني ولا اي حاجه. دابا بحال عندنا المثال ديال السي الحسين. السي الحسين بغى يدير واحد عنده بواط ديال الكونسلتين الوغ مشى حتى هو دار ووردبريس. هادشي خصنا نتفقوا على واحد القضيه بالنسبه للووردبريس. حنا غادي نهضروا كاع في هذا اللايف غير على المطاجيط وعلى الووردبريس. باش نتفقوا على واحد القضيه يلا وفهموا معايا الله يرحم الوالدين وعيطوا لصحابكم حتى هما يجيو يشوفوا. الو اول حاجه خصكم تعرفوا ان هذا الشكل اللي كتشوفوا هذا الشكل كيتسمى تامبليت. هذا تيتسمى تامبليت. الو شنو هي هذا التامبليت؟ هذا التامبليت هي الشكل اللي كيبان لينا دابا انت بغيتي دير مدونه كدير تامبليت ديال المدونات وكيولي عندك سيت مدونه. بغيتي دير سيت الكونسلتين غدير تامبليت الكونسلتين وغيعطيك سيت ديال الكونسلتين. بغيتي دير سيت ديال البيع والشراء كتانستالي غير تتانستالي تيم التيم ولا كتقول تيمات بالعربيه تتانستالي تامبليت وكيعطينا هاد 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 هادشي اللي كنشوفو قدامنا. انا باقي غادي نرجع لك السي الحسين وغادي نرجع باش نعطيو نصائح فيما يخص السيت ويب ديالك ولكن كاين شي حوايج كنا خصنا نفهموهم واخا هادشي باش نقرب من نقربو لكم بشكل اكثر. كاين واحد لو سيت معروف سميتو تيم فورست. هذا تيم فورست هذا كيعطينا دي تومبليت بطبيعه الحال. كاينين دي تومبليت فافور اللي تقرب عليهم في جوجل ولكن انت الا بغيتي واحد الحاجه بروفيسيونيل بغيتي تخسر واحد 4000 ريال بغيتي تخسر واحد 6000 ريال وبغيتي سيت لي هو يكون بروفيسيونيل. اسمعني مزيان الله يرضى عليك. ها انت لي تومبليت ها هما بحال هنا ها هما اي كوميرس مثلا. تومبليت ها هي اي كوميرس شتيها عندك شي سيت بتخدم فيه الماركتين الهوستين بغيتي دير كاع سيت الهوستين ماشي مشكل حتى هو غير تانستالي تومبليت. مثلا حنا بغينا نخدموا الاي كوميرس بغيت شي تومبليت واعره بغيت نصاوب شي سيت ديال البيع والشراء ناضي الو غادي ندخل لهنا وغنكتب مثلا اي كوميرس. بغيتي دير انت الاي كوميرس دير اي كوميرس. هيا اي كوميرس ها هو دابا تعطيني دي سيت ديال الاي كوميرس. هادو سون دي تومبليت كنشدهم انا كنانصاليهم في سيت الووردبريس وتيكون عندي ان سيت اللي هو بروفيسيونيل. تيكون عندي ان سيت بروفيسيونيل جو سي با بغيتي المهم اي حاجه بغيتي اي حاجه تفكر فيها هما لي كاتيجوري هنا اختار اللي بغيتي وتتغير بما يناسب. ولي تومبليت راه كل واحد فاش كيبيع ها اللي كيبيع ب 19 دولار ها اللي بغيتي بيع. عندك اخويا وان ستور بروداكت تقدر تجي لهنا. بغيتي تخدم الكاش اون ديليفري غتلقاه هنا. عندك بغيتي تصاوب سيت ديال العقار غتلقاه هنا. اي حاجه هادو تيتسماو غير دو تومبليت يعني غير الشكل هادشي اللي كتشوف هاد التصويره هاد اللوان هاد اللوغو هاد التنظيم. يعني هو دابا مثلا السي الحسين اش غادي يجي؟ غيجي السي الحسين وغيبدل لنا غير هاد المكتبه اللي كاينه هنا بما يناسب. باش نتفقوا على واحد القضيه الله يرحم لكم الوالدين بالنسبه رجعوا للسيت ديال تيم فورست. هنا راه ملي كتبغي تشري كاينه واحد الحاجه اخرى كتسمى السيبور. يعني هذا اللي باع لك التومبليت يقدر يدير معاك دي موديفيكاسيون اللي بغيتي انت واللي محتاج انت. بعض المرات تتكون داخله في الثمن اللي شريتي به. شريتي ب 6000 ريال انت اخويا ما عجباتكش مثلا جو سي با ما عجباتكش هذا البوطونه هنا بالطرده هنا هو يقاد لك هذاك الشيء بما يناسب. اذا خاصنا نعرفوا ان الووردبريس بطريقه اخرى هو بحال دار كحله في النوار. صوبتي دار في النوار فيها غير ياجور والطوب وهذا انستاليتيها. هاد لي تومبليت هما اللي كيعطيوك الشكل. درتي تومبليت هكا ها هو عندك كونسلتين. درتي تومبليت الاي كوميرس ولا عندك سيت الاي كوميرس. درتي تومبليت ديال الهوستين ولا عندك سيت ديال شركه الهوستين. درتي تومبليت العقار ولا عندك سيت العقار. صافي اتفقنا مزيان. وهادشي راه ماشي بالضروري تشري حيت الا مشيتي ثاني لجوجل وكتبتي مثلا كتبتي هنا ها انت ووردبريس ها انت ووردبريس مثلا وكتبتي هنا فري تامبليت فري تامبليت هاو غادي تلقى دي تامبليت هنا اللي هما فابور وتقدر تيليشارج. متفقين مزيان. الو دابا ملي كتصاوب السيت دابا نرجعوا للسي الحسين. اول حاجه وهذه كنلاحظها كاع الناس اللي كيصاوبوا دي سيت ووكوميرس اول حاجه حاولوا انكم ديما تحيدوا هذا اللي هذا. راه كاينين دي بلوغين كاين دي توتوريال في يوتيوب كاين هاد ويب بي ادمين هاد دوبل في بي تيريت 6 ادمين. دابا هذا تيتسمى اليوزر نيم والمود باس يعني تيدخل لوحه التحكم ديال السيت ويب ديالك. الوغ هاد الليان كتقدر انك تحبسو ما تخليهش يبان اولا تبدلو بحال هاد ويب بي ادمين كدير ليه شي تخربيقه انت باش بدل ليه السميه. ثاني حاجه ديما انستاليو ان بلوغين هادشي راه كاين في الووردبريس
بون باش نعاودو نرجعو الناس اللي ما كيعرفوش الوورد بريس غتمشي ليوتيوب غتكتب شرح وورد بريس شو عليك مارك دايره سبحان الله غدير وورد بريس انت شرح وورد بريس غتلقى ناس عرب اللي شارحين لك الوورد بريس انت ساعتين ونص هذا تقدر تصاوب ان سيت ويب ديالك ان سيت وورد بريس الو انا اللي كنهضر لك في دي تروكي دي زاسيوس اللي ما غتلقاهمش الو دابا هذا خاصك تحيدو وملي تحيدو ملي كنديروا اليوزر نيم والمود باس غتعرف انه في الوورد بريس كاينه واحد المساله اخرى انك تقدر كاين واحد اللعيبه يعني كاينين دي بلوغين اللي كتانستاليهم اللي كيعطيوك لا سيكوريتي بحال دابا هاد اليوزر نيم والمود باس غتانستالي الكابتشا علاش باش ما يدارش بروت فورسين داك التخمين يبقاو يخمنوا لك على اليوزر نيم والمود باس ويطيحوا عليه ويدخلوا فتنديروا واحد البلوغين ديال الكابتشا انه مثلا الا دخلتي اليوزر نيم والمود باس ثلاثه المرات غلط غيطلع لك واحد اللعيبه خصك تكوشيها وتختار بوزل اولا شي حاجه غير ذلك الوغ كاينه واحد الملاحظه عندنا هنا في اللوغو ديالك اخويا راه صغير بزاف ما باينش الهويه البصريه ديالك راه ما كايناش في هذا لو سيت ويب شوف اللوغو قداش ما باين حاول انك تقاد ليا اللوغو يكون كبير شي شويه يكون واضح grow your vision هاد اللعيبه هادي هاد الباك جراوند عندك خفيف بزاف لدرجه انه حتى في الكاميرا ما تيبانش حاول انه يكون خدم شويه على السي اس اس ديالو باش اولا اختار شي تومبليت اخرى المهم خاص تكون شدي باك جراوند هنا واضحين عندك هادشي ما واضحش وللاشاره راك هنا راه ما موديفيتيش التكست راه باقا هاد لوريم ايبسن راه هنا ما موديفيتيه او السيت راه باقي ما عندكش فيه التفاصيل انا ما عرفتش واش انت كملتي هاد السيت ولا ما كملتيش لانه ملي كدي ليا ادز ما كاينش هنا ريد مور ولا نقرا المزيد وملي نقرا المزيد كونتاكت اس ما عندك والو هنايا يعني ما عرفتش انا واش هاد السيت باقي انت خدام فيه ولا مي راه لو سيت فريمون باقي خاوي عندك خاوي بزاف فحاول انك تزيد تعرف الناس ديالك بلو سيرفيس اللي كتعطي وحاول ان هذا لو سيت ويب هذا وحال هذا السيستم وهذا ادس وهذا ايميل وهذا سيلز حاول انك يكون فيهم شي باك جراوند بحال هذا اولا ودير ريد مور ونكليكي ونعرف لي سيرفيس اللي كتعطي ونطلب واحد الدوفي منك وداك الدوفي تصيفط ليا باغ ايميل وديك الساعه تكونتاكتي لي كلاينت يلاه بالك راه دوز لك كاين شي واحد عنده شي سيت اخر الو فريد تيزنيت او لا باقي سابقك اشرف الو دي جي اس تي بوان ام او ناضي انت ادور البرس تا هو وورد بريس الو غادي نعاودو ناخذ مثال اخر ديال الاخ اللي معنا تا هو كما كتشوفوا سيتان سيت ويب شوف اللهم بارك سيتان سيت ويب اللي وير ناضي تا هو مصاوب الوورد بريس تا هو هذا سيت ديال الوورد بريس اذا الا جينا نشوفوا نفس الملاحظه اللي عند الاخ الا درنا دوبل في بي ادمين راه كنقدروا ندخلوا لو سيت ويب عندك فحاول انك تحيد هذا الخطا ما تحاولوش ترتكبوه اللهم بارك سيت ناضي هذا شهادة مهنور واتخ باخ نوميو بو لو بيزنس تبارك الله ناضي تتصنع بدا بروجي تي ميزان كونسيتان فوالا دابا دي جي الاخ اللي شفنا لو سيت ديال الكونسلتاسيون ديالو ها هو واحد السيت اخر بحال نفس تقريبا نفس الفكره ولكن شوف الاخ سيت هذا اخويا ما عندي فيه ملاحظات هذا راه بروفيسيونيل هذا سيت ويب ناضي اللهم بارك جميل جدا فوالا هذا هو الباور ديال 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 الوورد بريس ها علاش الوورد بريس الاخوان ها علاش ما عندي ما نقول في هذا لو سيت صراحه لودين تايم ديالو خفيف نشوفوا الريسبونسيف ما كاينش نشوفوا في سفاري اللهم بارك سيت ناضي اخويا اجونس دو كومونيكاسيون ديجيتال ناضي اوكي ما يتقال على هذا السيت لا ملاحظه في هذا السيت هذا حريف انت ماشي ديبيتون انت يا باين اش هذا جوجل كروم اه
ناضي تا ريسبونسيف عندك ناضي تا ريسبونسيف ناضي تبارك الله سيت ناضي اخويا اللهم يسر. ما عنديش حتى شي ملاحظه في هذا السيت ويب هذا صراحه كاين عندي حتى شي ملاحظه دوز على لنا شي سيت واعر 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 بزاف السيت ديال السيد واعر الو نشوفوا شي حاجه اخرى نشوفوا سيت واعر اخر freesoft.com freesoft.com الو نشوفوا السيت ديال الاخ اللي عنده السيت freesoft.com عندي ملاحظه بالنسبه للاخ اللي عنده السيت ديال freesoft.com انت كتبيع ديجيتال السيت ويب ديالك اللودين تايم ديالو ثقيل بزاف باش نتاكدوا كما وريتكم الاخوان السيت ويب ديالك اول ملاحظه فيه هو انه اللودين تايم ديالو طويل بزاف الوغ باش نتاكدوا غنمشيو ديما الاخوان كاين واحد لو سيت ديال جوجل بيج سبيد انسايت جوجل بيج سبيد انسايت كنحط السيت ويب ديالي كنحط السيت ويب ديالي باش نشوف اللودين تايم ديالو دابا انا السيت ويب ديالك تعطل باش يطلع اذا اللودين تايم ديالو اللودين تايم مهم جدا اخويا الا كنتي غتخدم على جوجل ادورد لانه داخل في الاي سي او او قال لك قال سيدي ما عندك مشكله اخويا انت في السيت طاح فري سوفت بون كوم هو هذا فري سوفت بون كوم هو انا اكتياليزي فوالا بين ما نخليه هو يدير دياغنوستيك ديالو نشوفو لو سيت باور دي بي سي سيرفيس انستنت ديجيتال داونلود لايف تايم بروغرام اللهم بارك ناضي 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 اذا هذا سيت ديال ديجيتال ناضي ناضي بيبل اولويز لاف يور برودكت ناضي هادي حاول تخدمها ليا شويه لايك بين دير خدم ليا شويه بحال السوشيال ميديا دير بحال مثلا مخودين دي كومونتير من فيسبوك ولا من اي اولا مثلا خصك تزيد شي تصاور هنايا باش تعطي شويه داك ال ديك ال داك الفيلين ديال انه راه دي كومونتير اما من عندك انت اولا من عند من السوشيال ميديا اوكي حيت ما كتجبدش العين شويه هاد اللعيبه هادي حاول انك تزيد تصاور هنا ولا الوغ سيت ناضي انت باين ووردبريس ولكن مزيان هادشي باش نوريو للناس اوسي ان الباور ديال الووردبريس وعلاش خاصك تمشي تتعلم الووردبريس وتفوت عليك هذاك الشيء ديال شوبيفاي وداك التخربيق حيت هذاك الشيء ما خدامش ليك اخويا واخا نشوف واش ووردبريس حتى انت غالبا غتكون نفس الملاحظه شي اللودين تايم ديال السيت ويب ديالك ضعيف حتى هو خدام بالووردبريس ها انتم الاخوان حتى هو خدام بالووردبريس المهم حتى انت نفس الملاحظه حاول تحيد هاد الكليان تبدلو تبدلو ودير الكابتشا كما عطيت النصيحه للاخ اللي قبل منك وانت هادشي باقي تي فوالا احنا كما قلنا السيت ويب ديالك ثقيل شوف اخويا السيت ويب ديالك خاصو يكون ما بين 90 و 100 90 و 100 يكون ما بين 90 و 100 خاصو يكون هنا الاي سي او عندك ناضي كلشي عندك ناضي واخ دابا انت عندك مشكل هنا الوغ اش غادي دير هادشي كنقولو لك كنقولو لجميع الاخوان عندك اخويا ريديوس انيسيال سيرفر ريسبونس تايم شوف الاخ انت غالبا تخدم شي شيرد هوستين ولا كاين واحد انا ننصحكم الاخوان خدموا بهوستينجر الدراري اللي تخدموا بالهوستينجر ما تيكونش عندهم هذا المشكل هذا ريديوس انيسيال ثانيا حاول انك شوف هذا الشيء اللي غنقول لك كتبوا في يوتيوب وشوف غتمشي للكلاود فلير ربط هذا المشكل هذا هذا المشكل ملي كيطلع لكم الاخوان اول حاجه غادي تمشي شوف تنصحك بهوستينجر هوستينغ ثاني حاجه حاول تخدم بالكلاود فلير خدم بهذا الكلاود فلير هذا حيت هذا اش كيدير دابا نفرضوا انت السيرفر ديالك كاين في هذه البلاد السيرفر انت اللي حط فيه السيت ويب كاين هنا وانا كاين في المغرب الوغ باش ندخل من هنا لهنا كناخذ الوقت فاش كيدير هذا السيت هذا السيت كيشد كيدير لي واحد الحاجه سميتها الميرورين دابا هاد السيت ديالي اللي كاين هنا غيشد يدير ليه كوبيه هنا ففي العوض انا ما ندخل لهنا غنولي ندخل غير من هنا اذا السيت ويب ديالي غيكون سريع هادي واحد لا تكنولوجي كنقولوا لها سي دي ان سي دي ان الو فوالا انا نرجعوا دابا للسيت ويب ديالك السيت ويب ناضي حتى هو ما كاينش شي ملاحظه الو غنشوفوا غير انت شنو داير في البيمنت جيت واي ما الو كاين مشكل هنا انني ملي تنكليكي على البروداكت حاول انك تخلي التصويره تتكليكي عليها كليكيبل انت عندك صوره ما كليكيبلش انا اول حاجه كندير هي بغيت نكليكي على صوره ما هذا الوغ نكليكي هنا عندك السيت ثقيل بزاف اخويا راه ثقيل الوغ اد تو كارت
ما عرفتش انا شنو بيمنت جيت واي خدام بها نتايا مي بون. ناضي 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 دير هنا زيد هنا واحد الريفاند بوليسي زيد هنا واحد الريفاند بوليسي ريفاند بوليسي زيد هنا ناضي اللهم بارك سيت عندك ناضي عندك شي مسخوت الوالدين صفتنا شي سيت ديال سيكو سيكو انا غنشوفو سيت اخر اقرب بوان ام ا تبارك الله تبارك الله الناس راه خدامين بالووردبريس اقرب بوان ام ا دونك هم صافي تصيفط لنا شي واحد سيكو سيكو ندخل هنا اوكي اللودين تايم ديال الاخ او الاخت اللي عنده اقرب انت السيت ويب ديالك اللودين تايم ديالو كارثي انت تصور انه باقي كيتيليشارجي انت شوف نفس النصائح اللي عطيت الاخ اللي قبل منك طبقهم الله يجازيك بخير واه السيت باقي كامل تيليشارج شوف ما عرفتش انا واش عندك انت شي حاجه هنا ولا باسكو هنا راه عندك هالخوه يمكن هو بغى يتيليشارجي شي حاجه ياك ما دير شي فلاش ولا شي المهم هو بغى يتيليشارجي شي حاجه ولكن شنو هي الله وين عندك هنا السيت خاوي اوكي سي موحى هذه نصيحه اخرى يلا الدراري سمعوني مزيان الله يرضى عليكم هذه نصيحه اخرى باش لو سيت ويب ديالنا يكون السيت اخويا الله ودين راه باقي ما عطاش حتى تيليشارجي هنا كما تتفرق عندنا البي سي مسخوط ما علينا شوف الله يرضى عليك هذه واحد النصيحه للاخوان كاملين كاملين عاوتاني سمعوني بحال هذا الاخ موحى اللي تاوي @gmail سمع 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 كاينه واحد الطريقه باش دير كونتاكت @اقرب.ما شتي شتي شحال الوقت باش يتيليشارجي هاد التصويره واش شتي شحال ديال الوقت باش يتيليشارجي هاد التصويره بزاف شحال هاد التصويره فيها شي 500 ميجا بزاف الو ما علينا هاد اقرب بوان ما سمعوني هاد الدراري سمعوني هاد اقرب بوان ما هاد موحى.التاوي@جيميل انا نفضل سي بلو بروفيسيونيل انني نشوف مثلا contact@اقرب.ما دابا باش انت دير اقرب.ما كاينين شركات الهوستين تعطيوك ايميل فابور تقدر تخدم دير ايميل فابور واسمعني كيقدروا يعطوك دير ايميل فابور ولكن بزاف ما تعطوكش دير ايميل بروفيسيونيل بحال هكا فابور الوغ سمعني الله يرضى عليك اش غادي دير غنوريكم واحد الحل الوغ الحل شنو هو بلاتي ندير هكا انت تشوفوني شي شويه الوغ غتمشي لياندكس سمع سمع غتمشي لياندكس دومين ياندكس دومين ها هي سيت روسي سمع ياند ها انت لينك ا دومين ها انت ياندكس دومين لينك ا دومين ما فهمت باش تمشي حيت انا عارف الاخوان عزيز عليهم التطبيق خطوه بخطوه غتمشي دير هكا ياندكس دومين الراق غتمشي ليوتيوب الراق غدير ياندكس دومين الراق وغدير لينك ماي دومين لينك ماي دومين تو ياندكس دومين هاي ها هو تشرحوا ليك كيفاش تصاوب انت فري ايميل هوستين دومين اوكي مزيان ما عندنا مشكل الو هذا اش كيعطيك تعطيك ايميل بروفيسيونيل فابور يعني تقدر دير @اقرب.ما يعني غيعطيك ايميل بروفيسيونيل ديالك متفقين فانا كنفضل انك تبعد على الجيميل فهاد النوع من اللي كنديروا ان سيت من الافضل تكون عندك ان ايميل بروفيسيونيل اوكي اما التصويره اللهم بارك اخويا راك شتي بعينيك ما غاديش نقول لك حتى شي حاجه راه ساعه باش تيليشارج لنا هنايا الو غا التصويره خصك تخدم عليها اخويا راه ثقيله عم تقلها لك بزاف سينو اور وركس بيبليسيتي ديزاين تبارك الله ناضي 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 الحلاب تبارك الله اوكي ناضي 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 كلشي عندك ناضي اخويا انت انت اصلا كدير الديزاين باينه ولكن اخويا راه هاد التصويره هي اللي مخسره لك السيرفر وجو سوي سيغ اننا هزينا السيت ويب ديالك وحطيناه في البيج سبيد انسايت راه غنلقاو مشكل للاشاره باش نرجعوا للبيج سبيد انسايت كاين الديسكتوب وكاين الموبايل يعني خصك توبتيميزي الديسكتوب وطاب الموبايل غيعطيك المشاكل اللي عندك في الموبايل يعني نشوف الديسكتوب ونشوف الموبايل بجوج حتى انت غادي تكون ووردبريس انا على يقين الوغ نديرو سلاش ويب سيري ادمين ونديرو اونتري ها علاش الاخوان خاصكم تمشيو تقراو الووردبريس الله وي حسن كونسلتي شاف الساعه
أو بقى خمسة دقائق بلتي أنا خمسة دقائق أو بقى خمسة دقائق ها علاش الإخوان الوورد بريس هاد شي كيبين لنا الباور ديال الوورد بريس هاد شي علاش تنظل نقول لكم الإخوان سيروا ديروا الوورد بريس راه شوبيفاي وهذاك الشي راه يتخربيق على رأينا شي سيت آخر نعود نشوفوه electrohouse.co.ma electrohouse الله كيسمح لي بلتي electrohouse.co.ma الكترو وراه هادشي علاش عباد الله جاهرين عليا تيحزقوا ليهم عباد الله حيت بنادم ولا عارف شنو هو الوورد بريس عارف راسو كان يشقها داكشي بحال شوبيفاي وداك التخرب الو كوبوما الكترو هاوس بون كوبوما الو تبارك الله هذا هو كوميرس ناضر انت اللي صاوب دابا كاينين الدراري اللي كيصيفطوا لي دي سيت المهم حتى هو ووردبريس انتما شوفوا هذا السيت عنده هذا السيت داير التجاره الالكترونيه هذا ما سي با واش كت هذا داير دروب شيبين يمكن ولا سي با ما عرفتش شنو داير مي المهم هذا هو السيت هذا تيدير التجاره الالكترونيه الوغ هذا داير دروب شيبين ولا ما داير دروب شيبين يمكن هذا السيت الوغ هذا يمكن داير دروب شيبين الوغ السطور ديالو اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك ناضي اخويا ناضي 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 كنادي وورد بريس نشوف واش وورد بريس راه وي بي ادمين طق وورد بريس نفس النصيحه الاخ انت حاول تحيد هاد العيبه هادي حيت راه فور يور اون سيكيورتي حيد هاد العيبه هادي ولكن الا كنتي غتخدم بواحد السيت انا ما عرفتش الا كان لو سيت ويب ديالك كتستهدف به الانجانب .com.ma ما خدامش ليك اخويا خصك دير .com راه ما خدامش ليك .com.ma هذا من جهه من جهه الا كان السيت ويب ديالك كتستهدف به المغاربه راه لو سيت السيت ويب ديالك خاصو يكون اون فرونسي ولا العربيه ما ديرش لونغلي ما خداماش ليك اوكي الو كليكي على شي باج اتو كارت ناضي 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 السيت ناضي اخويا لودين تايم ديالو بيرفكت ما كاين ما يتقال على السيت ويب ناضي اخويا غير انت حيد هذيك اللعبه وان شاء الله في اللايف الاخر غادي نعطيكم شي نصائح بالنسبه للسيكوريتي بالنسبه للوورد بريس حيت كاين بزاف ديال النقاط منهم انه خاصك مثلا في التامبليت ديالك ديك باورد باي هورد باي وورد بريس خاصك تحيدها لانه كيقدروا بعض المرات يكونوا اختراقات عشوائيه المهم هادشي ان شاء الله غادي نشرحوا لكم في لايف خاص بلا سيكوريتي ديال الوورد بريس مي اون توكا دابا كنشوفوا تنشوف لي ستور ديالكم وعجبني الحال وحق الرب المعبود راني فرحان بزاف انا كنشوف دي ستور بحال هكا دي ستور اللي هما واعرين دي ستور اللي هما بروفيسيونيل دابا هذا خويا الا مشيتي عند شي واحد يصاوبوا لك غايقول لك واحد 6000 ولا 7000 ولا 10000 درهم وممكن تصاوبوا في دارك راسك تبارك الله عليك اخويا السيت ويب ما كاين ما نقول عليه ناضي كنادي اللهم بارك يزيد هنا برايفسي بوليسي هنا راه الفوتر زيد برايفسي بوليسي ريفاند بوليسي الا كنتي كتبيع وتشري اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك سيت ناضي سيت ناضي سيت ناضي سيت ناضي ارونا شي سيت اخر يلا يلا يا الاخوان يلا دغيا 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 راه باقي عندي كونسلتين وي ام جوين تو سيف ذيس لايف كون هنا ارونا شي سيت ارا وبحال هذا السيت هذا اسمعني الا كنتي تا خدام واحد السيت بحال هذا في المغرب سيدي ليه سيمي حسن ليك خلصوك الناس بلا كارت بونكار ولا بغيتي ديرو كاش اون ديليفري راه حتى الوورد بريس تقدر تخدم به الكاش اون ديليفري ما كاينش مشكل كليكي املاء الاستماره ارسل الطلب ممكن ديرها في الوورد بريس رانا شي سيت واش نتعلم الوورد بريس ولا الووكوميرس شنو هو الفرق ما بين الوورد بريس والووكوميرس الوورد بريس الوورد بريس هو لا باز يعني هو ديك الدار اللي كحله لك هو سيت انسكريبت انستاليو في الهوست بغينا نديرو سيت ديال الووكوميرس كان انستاليو غير تولز ديال الووكوميرس يولي عندنا سيت ووكوميرس دابا بحال هذا سيت ووكوميرس لانه هو انستالي لي تول ديال الووكوميرس ولا عندنا ان سيت ووكوميرس هذاك الوورد بريس بتصاوب به مدونه تخدم بها الاربيتراج ولا شي حاجه غتانستالي تمبليت ها انت عندك مدونه الوغ ندوزو شي سيت اخر بحال سفيان الوغ اول حاجه اخويا سفيان بعد على الساب دومينز بحال انت اي بي تي في سمارت بعد على الساب دومينز ما خدامش لك الساب دومين اخويا سفيان هذه اول ملاحظه ثانيا اش تنقصدوا بالساب دومين الساب دومين هو الدومين الاساسي بحال رغيب.com رغيب.com هو الدومين الاساسي الساب دومين شنو هو amin.raghib.com الوغ amin.raghib.com تتسمى ساب دومين ديك amin. كتسمى ساب دومين الوغ بحال عندنا الاخ مول ايبيك تيريت 6 سمارتر سمارتر سمارتر
سمارترز بوان ميتا جروب بوان ميتا جروب بوان اخويا طولت بالله رجالي. الو السيت ويب ديالك نفس الملاحظه اخويا. الملاحظه الاولى اللي هضرنا فيها هو انه عندك ما تخدمش بالصاب دومين، من الاحسن خدم بدايركت دومين، ما تخدمش بالصاب دومين. ثاني حاجه اللودين تايم ديال اخي كارثي جدا، نحن ننتظر على طريقه الشوالي ولم يطلع السيت سمار. انا اللي غلط، ترز ماشي ترز، تي ار اس. الو اذا ننتظر وكره الله لازم جروب او شيت. اسمح لي اسمح لي، باقي عندنا واحد اوزيد هنا. يا ننتظر ننتظر ننتظر. لا ناضي ناضي لودين تايم ناضي. اسمح لي فري تامبليت. شوفوا الاخوان هذه ثاني ملاحظه، الناس اللي كيديروا الاي بي تي في سمعوني، ها التامبليت وطليطوا بها البلاد، طليطوا بها الجوجل، طليطوا بها جوجل، ها التامبليت تطلعت بها جوجل، تطلعت بها. حاول انك تبدل هذا التامبليت اخويا، انا نصيحتي لك حاول تانفيستي شويه الفلوس، كي قلنا واحد 200 درهم 300 درهم شري تامبليت من 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 تيم فورست. لانه علاش؟ كاينه واحد الحاجه كتسمى اليوزر اكسبيرينس. دابا انت مثلا كتلقى كاع الدراري الاي بي تي في خدامين بنفس التامبليت، الكليان كيدخل عند الاول كيلقاه داير ثمن، تيعاود يدخل الثاني كيلقاه داير ثمن، الكليان كيولي كيحس براسو تيقول لك ما هذا كله هو عنده نفس هذا السيت ويب، عنده نفس هذا السيت ويب واحد وجوج وثلاثه واربعه، حيت كلكم كديروا نفس التومبليت. الكليان ملي كيدخل راه تيعقل على الشكل اكثر ما تيعقل على شي حاجه اخرى. يعني انت ملي كتكون خدام بواحد الالوان بواحد الشكل صاحبك نفس حتى هو نفس الحاجه، راه كتضيعوا بعضياتكم. من الافضل انه تشري تومبليت، اوكي تشري تومبليت او لا قلب على شي تومبليت اخرى، لان هاد التومبليت هادي اخويا راه شتها بزاف شتها بزاف. ثاني حاجه ملاحظه بالنسبه للسيت ويب ديالك، انت تنهضروا على الاي بي تي في، انت كتبيع مع المغاربه، خطا اخويا، ما تبيعش مع المغاربه. هاد الاثمنه اللي دايره اخويا، الناس راه كيبيعوا ب 500 درهم 600 درهم وانت كتبيع ب 200 درهم 250 درهم. وثانيا اخويا المغاربه غادي يشدوا من عندك هذاك لي بي تي في، كتلقاه داير الكات جيت انوي ولا اتصالات ولا هذا، تيتقطع عليه داك الشيء تيفرع عليك راسك. المهم كاين الفريع مع المغاربه وما كاينش البيع مع المغاربه. اذا هاد السيت ويب ديالك اخويا ما تخدمش مع المغاربه، لانه اكبر غلط انك غادي تخدم مع المغاربه. وتقدر تجرب وتقدر تجرب وان شاء الله راه غادي تكتشف براسك انه اكبر خطا ممكن ديرو. انت دير الواتساب اوكي. اذا فوالا. المهم نصيحه عامه، بدل هاد التامبليت اخويا، راه كاين الدراري خدامين بها بزاف. اذا فوالا، نتمنوا هاد شويه الوقت اللي دوزنا. واخا الاخوان انا راه شفت بزاف ديال لي سيت ويب ديالكم. ان شاء الله اللايف القادم باذن الله غادي نعاود نكمل على هذا اللايف، وغنبدا ديريكتومون تصيفطوا ليا لي سيت ويب ديالكم نشوفوهم. الناس اللي شافوا دابا لي سيت ويب قبل، وهضرنا على الكلاود فلير، وهضرنا على الويب بي ادمين نحيدوها، نتمنى انه اللي غيعطوني لي ليان غدا ولا بعد غدا يكونوا حيدوا هذاك الشيء، باش هكا غنبقاو كل لايف باش كل لايف نبدا نزيد لكم حاجه، كل لايف نزيد لكم حاجه، باش كونسا ان شاء الله توليو كتعرفوا مزيان كيفاش تصاوبوا لي ستور ديالكم وكيفاش تصاوبوا لي سيت ويب ديالكم. سمحوا لي بزاف لانه وقيت الكونسلتين هذه. نلقاكم ان شاء الله في لايف قادم باذن الله. دمتم في امان الله والى اللقاء.